بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجنا أسرار التنزيل، وغير خاف أننا في هذه اللقاءات المباركة نقف على بعض أسرار كتاب الله الكريم جل شأنه، هذا الكتاب الذي أيد الله به نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد مضى معنا قول شوقي: جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم. وقد مضى معنا كذلك أننا في كل لقاء نأخذ صورة من القرآن، فنقف عند آية أو آيتين أو أكثر من آيات تلك السورة، ونسمي ذلك كله وقوف على أسرار التنزيل. السورة التي نحن بصدد الحديث عنها اليوم هي سورة التوبة، وسورة التوبة سورة مدنية، وهي من آخر ما أنزل على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقد عنيت هذه السورة بأمور، من أعظمها وأجلها بيان حال المنافقين، بيان حال المنافقين. والمنافقون إنما ظهرت حالتهم أو شوكتهم أو بدأ يكثرون بعد أن انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، ذلك أنه قبل يوم بدر كان الناس إما مؤمن وإما كافر، لكن لما أعلى الله جل وعلا نبيه يوم بدر أصاب الخوف من كان كافرا، فاضطر إلى النفاق، فأصبح يظهر ما لا يبطن. هؤلاء المنافقون كان لهم رأس يقال له عبد الله ابن أبي ابن سلول، وهذا الرجل كانت العرب أو كان الأنصار من الأوس والخزرج قبل أن يسموا أنصارا كانوا يعزمون على أن يتوجوه ملكا على المدينة، لحروب مضت وصراعات كانت بينهما، من أشهرها يوم بعث. لكن الله جل وعلا أكرم الأنصار بخير من عبد الله بن أبي برسولنا صلى الله عليه وسلم الذي قدم مهاجرا إلى المدينة، فوجد ذلك الرجل في نفسه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد. من هنا كانت سورة التوبة تفضح أحوال المنافقين، خاصة بعدما كان منهم من تثبيط بعد جيش العسرة، أي بعد غزوة تبوك. هذا كله تمهيد لنقول بعد ذلك إن هذه السورة كذلك من خصائصها، قبل أن نقف على الآية التي نريد أن نميط اللثام عن سرها، أن هذه السورة بدأت براءة من الله ورسوله، ولم يكن قبلها بسم الله الرحمن الرحيم كما هو سنن القرآن. والعلماء اختلفوا بسبب ذلك اختلافا كثيرا، لكن من أظهر ذلك أن موضع براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، قال بعض أهل العلم لا يتفق مع قوله مع القول قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، إذ لا تناسب بين اسم الرحمن والرحيم والبراءة من أهل الشرك، خاصة أن الآية الخامسة من فواتح هذه السورة تعرف عند العلماء بآية السيف، وهي قول الله جل وعلا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هذا كله يضعك أيها المبارك في مواضيع هذه السورة المباركة. نزدريف الآن إلى الآية التي نريد أن نميط اللثام عنها. الله جل وعلا قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هذه الآية نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم في حق المنافقين. بعد نزولها مات عبد الله بن أبي بن سلول، فجاء ابنه واسمه كذلك عبد الله يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم قميصه، أي قميص النبي، ليكفن فيه أبوه عبد الله بن أبي الأب. هذا الابن واسمه كذلك مثل اسم أبي كان عبدا تقيا صالحا، وأبوه رأس في النفاق، وقدم الولد الابن ليضر أباه بعد موته، فيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم قميصه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم القميص. ننيخ المطايا هنا ونقلب صفحات السيرة ونحاول أن نعرف لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله الابن قميصه عليه السلام ليكفن فيه عبد الله الأب.
الجواب عن هذا فيما قال أهل العلم رحمهم الله، إنه لما كان يوم بدر أسر العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعباس رضي الله عنه كان رجلا جسيما طوالا، وكأنه احتاج ثوبا لأنه خرج من المعركة شبه عار، ولا يخفى عليك ما تصنعه الحروب بالناس بأبدانهم فضلا عن ثيابهم، فاحتاج إلى ثوب يستره، فلم يجد أحدا في قريبا من هيئته إلا عبد الله بن أبي بن سلول. فعبد الله بن أبي بن سلول أعطى قميصه للنبي صلى الله عليه وسلم ليعطيه لعمه العباس، فأراد النبي أن يرد الجميل ويكافئ عبد الله بن أبي على ما قدمه لعمه العباس. ومن هنا تعلم أن من أعظم أخلاق الأنبياء الوفاء، أن من أعظم أخلاق الأنبياء الوفاء ورد المعروف لمن صنعه إلينا ولو كان كافرا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى يوم بدر قال: يذكر منقبة المطعم بن عدي الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم في منقلبه من الطائف، قال: لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. قال حسان: فلو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس يبقى مجده الدهر مطعما. الذي يعنينا في هذه الأجواء كلها، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لعبد الله الإبل ليكفن به أباه. كفن عبد الله بن سلول بثوب وقميص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كذلك أراد أن ينزل في قبره إكراما للإبل. وقف عمر هنا معترضا وقال، ذكره بالآية التي نحن بصدد الحديث عنها: إن تستغفر لهم 70 مرة، الله يقول، فلن يغفر الله لهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلم من عمر بلغة العرب وأعلم من عمر بالشرع، فما عمر إلا تابع ونعم تابعه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله خيرني وسأزيد على 70. إن الله خيرني وسأزيد على 70. وهذا ينجم عنه فائدتان. الفائدة الأولى: عظيم ما كان عليه الصلاة والسلام من رحمة في قلبه للناس. والأمر الثاني: اختياره عليه الصلاة والسلام للأيسر من الأمور، اختياره للأيسر من الأمور. ومن هنا قال بعض أهل التحقيق إن أحيانا الفقهاء عفى الله عنا وعنهم بعض الفقهاء يجنح إلى التشديد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث باليسر، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فهو لما خير عليه الصلاة والسلام ما بين الاستغفار وعدمه لعبد الله بن أبي والمنافقين، اختار أن يستغفر. إن تستغفر لهم 70، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فاستغفر صلى الله عليه وسلم. فنهاه عمر أو طرح رأيا بتعبير أوضح، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على قبر عبد الله بن أبي وكفنه ونزل في قبره. بعدها أنزل الله جل وعلا قطعا لاجتهاد نبيه في مثل هذا، لأن الأول فيه مساحة من الاجتهاد، فيه مساحة من التخير، فأنزل الله جل وعلا قوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فلما جاء النهي الصريح الواضح الذي ليس فيه تخير: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله، لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على أي رجل علم نفاقه، لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على أي رجل علم نفاقه، لأنه عليه الصلاة والسلام مأمور وهو عبد لربه تبارك وتعالى، فالله هو المشرع والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يبلغ الشرع عن ربه، فذكر إنما أنت مذكر إن عليك إلا البلاغ. من هنا كل هذا الأمر أيها المبارك تعلم حقائق مهمة جدا في علم أسرار التنزيل في التفسير عامة، وهو أنه لا بد أن نفقه كيف كانت حياة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نفقه الآيات التي أنزلت عليه. فهو عليه الصلاة والسلام أنزل عليه الوحي وقام بتحقيق ذلك الوحي على أكمل وجه. ولهذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. فلا يمكن لأحد أن يكشف أسرار التنزيل
ومحاسن التأويل، وأن يقف على غوامض القرآن دون أن يكون له علم وإحاطة بالأيام النظرة والسيرة العطرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. نعود للآية، الله يقول إن استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وهذا يدل على أن أهل النفاق في أسفل الدرجات. ولهذا قال الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فإذا استطردنا من باب الفوائد ومن حقك علينا ذلك، نقول لك أيها المبارك إن أشد الناس عذابا يوم القيامة 3 طوائف: المنافقون لقول الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وفرعون وآله قال الله تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن كفر وبغى من بني إسرائيل بعد نزول المائدة عليهم، قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فتجد أن القرآن دل على أن من كفر بعد نزول المائدة وآل فرعون والمنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف الأمر إليهم، هؤلاء 3 طوائف هم أشد الناس عذابا يوم القيامة بنص القرآن، عافانا الله وإياك من عذاب النار. سورة التوبة التي نحن بسبب الحديث عن هذه الآيتين منها تسمى عند بعض العلماء، وهذا منقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، سورة الفاضحة. معنى الفاضحة أن الله جل وعلا أخبر فيها عن حال أهل النفاق وبين ما كانوا عليه وهتك أسرارهم وفضح ما تبطنه قلوبهم وصدورهم ومن طوت عليه، بينه الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى يكون على بينة من أمره وهو يعيش معهم في مجتمع المدينة. يقول الله جل وعلا ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم 2 مرات. تبقى فائدة أخيرة بها نختم، أن هذه السورة سميت سورة التوبة لأن الله جل وعلا ذكر فيها توبته على الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة وهم 3 من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. وتأمل قول الله ثم تاب عليهم ليتوبوا، ما معنى ثم تاب عليهم ليتوبوا؟ المعنى أن الله قذف في قلبهم حب التوبة والفيء إلى الله والرجوع إلى ربهم تبارك وتعالى، ثم برحمته جل وعلا قبل منهم تلك التوبة، قبل منهم تلك التوبة، فهو الذي هداهم للتوبة وهو الذي برحمته وفضله جل ذكره قبل منهم تلك التوبة، وهذا معنى قول الله جل وعلا ثم تاب عليهم ليتوبوا. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يفقه هذا القرآن ويعمل به ويتعبد الله جل وعلا به تلاوة وعملا. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله حول قول الله جل وعلا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وقوله جل شأنه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وهما آيتان من سورة التوبة. وقد قلنا في أول اللقاء إننا اليوم سنتحدث عن سورة التوبة، وإن شاء الله تعالى نلتقي في القريب العاجل مع سورة أخرى نقف مع بعض أسرارها ونكشف محاسن تأويلها، والله الموفق وهو المستعان، وصلى الله